أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز السلام على العاصي أثناء مزاولته للمعصية، علما بأن الذي يسلم عليه لم يقصد مناصحته؟ المسلم يسلم عليه ولو كان عاصيا، يسلم على المسلم ما دام لم يخرج من الإسلام يسلم عليه ولو كان عاصيا. ربما أن سلامك عليه يخجله ويستحي فيترك المعصية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.